خوتي السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمناكم نتوما تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال ان شاء الله يا ربي. اليوم جينا الجزء الثاني ديال السله اللي شفتوا البارح، دابا ديال الكماله ديالو. مبارك عليكم السله، كيفاش نقيت، كيفاش غربت، كيفاش هذا. اليوم يلاه معايا خوتي، بقاو معايا. طريقه التحضير، طريقه التحضير فاش غنحمر جلجلان واللوز وكاوكاو. وهانتوما معايا خوتي، مرحبا بكم. هو اول حاجه غنبدا بها اخواتاتي خوتي، هو الدقيق. هو صرحته في لاباط، هنا درت تقريبا 2 كيلو ونص، وتما تقريبا شي كيلو ربع هكا في هذيك ديال الضو. غنخدم الفرار جوج، حيت هو كما كتعرفوا راه الدقيق كيشد الوقت، ما خاصنيش ندير الفرار تاع الزنقه. كنت كنديه ولكن كنسرقوا له، كنقص ولكن كنسرقوا ليا منه. كندي 5 كيلو، كنجي 2 كيلو ولا كيلو ونص، وكنصايبو ب 6 دراهم. وليت دابا تقريبا هاد رمضان 5 سنوات الاخر، واحد 3 سنين و4 سنين وليت كنحمرو في الدار. واخا تينقص كيبقى ليا فيه تبارك الله كيميه مزيانه. دابا هذا هو القياس اللي درتها، هو غنشوف الا ما قدنيش راني غنزيد. وبالنسبه للزيت الرومي غادي نطبخو تقريبا واحد 2 دقائق، يغلى شويه واحد 2 دقائق، ونخليه برد تقريبا واحد يبرد حتى يتلج، تحسو بيبرد يعني ما بقاش اثر السخونيه، باش ما يجوش هذاك السلو مرمم او ينشف. وزيت العود، زيت البلدي، انا ما غاديش نطبخو، غندير بحال هكاك وغندير سميتو العسل. وهانتوما معايا خوتي، مرحبا بكم على الدوكاليه حره. ايوا خواتاتي، بعد ما حمرنا الدقيق ها هو تبارك الله كيفاش جا. هانتوما خواتاتي، انا نكذب عليكم، هو من احسن يتحمر في الفران تاع الزنقه، حيت هو صعيب حمر في الدار، ولكن انا قهروني بالسرقه صراحه الله. والله والله شهر الغفران هذا اللي كندير لاطه ديال 2 كيلو ونص، هذه ديال كيلو ونص كنديرها ديال الفران تاع الزنقه. كاع العيالات عارفين ندير 2 كيلو ونص، كندا عامره، كندير فيها تقريبا شي 5 كيلو ونص حتى 5 كيلو، وكندي هاد اللاطه ملي كنجي كنلقى فيها ربع هاك. حنا عارفين الدقيق، غير بغيت نوريكم تستافدوا صافي. حنا عارفين الدقيق كنقص تقريبا في كل كيلو تنقصو قيه وقيتين، ما تنقصش بزاف. ها درت وريتكم لاطه الاولى، والله شاد عليا، انا ما نقصت ما زدت فيها، انا باقا سخان. يلا خرجتهم، هادي دي حمرت الفران ديال البوطه، وهذا الفران ديال الضو. ها هي كنوريكم في الاول اخوتي، ها انتم شوفوا الا شي شويه حراق لقيتو هنا في هذه القنيطه هذه مع الفران سخون، ما وصلتش باش نحرك بالمغرف بهذه بالحراك ولا المغرف هذه ديال العود. هذا ما لقاش شويه الحراق، ها هو هذا الحراق هاك وصل هو هذا. دابا باش نحيموش بالفران ديال البوطه ولا ديال الضو؟ بكل شيء، كل شيء كيقضي الغرض. هذه صحيح حمرنا فيها، غير هو داكشي كيتعطل الفران تاع الضو، كيتعطل كيتعطل تنلاحظ. ها تعطل شي شويه، ها انتوا تبارك الله كيفاش جا. فهي تغطوا تفرشوا يديكم وتخرجوا تعدكم تعدوا على الفران باش ما يحرقوش، كيكون سخون، وهذا اللي كيعطي واحد السخونيه واعره كاع بزاف. وتحركوها بحال هكا وترجعوا ثاني مره، ما تطلعوا عليه كل ربع ساعه، كل 10 دقائق ملي تحسوا به تحمر بدا يتحمر، بقاش تعطلوا عليه بزاف. مازال في الاول ديروا ديك طولو ساعه عاد تطلعوا عليه، تبداو تطلعوا عليه. هانتوما خواتاتي، كيقول لك راه حكا راه تامل، قلت لهم قال لك راه كاين خاصو كينقص كينقص. اقسم بالله بعيني شفت، انا مشيت للفران وقع ليا فيه نفس المشكل، والعام وجيت وكملت عدد الدقيق حمرته هنا في الدار. وعام اخر عاوتاني مشيت خديت الدقيق عبار من تم باش ما نمشيش منتقله به من الدار، خديته من عند مول الحانوت عبار، وصرحت عندنا في اللاطات وحبس الفران، دايرين واحد العيبه حابسين. وبعيني والله شاهد بعيني، انا نوريكم الخنشه خوتي خواتاتي. كاين اللي مسكين كيجي الخنشه ديال 5 كيلو، كاين اللي العائله كبرتي ب 10 كيلو على حسب تكون عندها مقادير كثيره، كيهزين دايرين الباله هك ونضرب، وكيهزو كيدير في الباله، وانا شفتو بعيني. هذيك هي طلعت لي انا الدم وما خلاتنيش نبغي كاع نمشي، نفقدت فيهم الثقه. واش كندي لاطات؟ كندي 8 كيلو 10 كيلو 9 كيلو، كنجيب قلت هكا في اللاطه، وعاد كندير مقله وكنخدم الفران، ورمضان ما تيبقى لي والو عاد كنكمل. ولا كنت انا نضرب تماره ونشري ونمشي نحمر 120 ويتسرق ليا، من احسن نفضل نصوبو عدي في الدار. واخا شويه راني عرفتي انت يدي ولا حمرين شويه فيه تماره، ولكن الحمد لله هو بقى ببركه تاعتو. كيف درنا وريتكم، ها والله شاهد شحال كاع كينقص. نقص تقريبا شي وقيه وقيتين في الكيلو، ولا كان فيه شي حرق بحال هذا تحرقات لي، حيت ما قدرتش نوصل هذيك، حرقني الفران مع السخون اللي فيها الكونسور اللي كاين. وهذا دابا انا ملي شفت المقادير راه كثير، هاجو كثير، غادي نزيد تقريبا واحد الكيلو اخر هنايا ولا كيلو ونص،
غنزيدو هنا في هاد لاطور ضعف الفران ديال البوطيط حمر، والزيت راني طبخت والزيت الرومي راه حطيتو يبرد، وهاد الثومه معايا خواتاتي. ومرحبا بكم على الدكاليه حره، وكنشكر الناس اللي قال لك الدكاليه شاركي معانا السلو ديال رمضان. هانا معاكم دقه دقه، راه الجزء الاول راه نحتو البارح، وهذا غنلوحو اليوم، وهاد الثومه معايا. هانتوما خواتاتي غنزيد هادينا غير عيني في الميزانية. دابا دايره ديال 10 كيلو راه خديتها عامرة، شريت ميت على قبل السلو تقريبا، هو راه شي كيلو هنايا. غنوريكم الخشبة ديال 10 كيلو شحال بقا فيها، أنا غير عيني في الميزانية صافي. والله شاهد هادي راه خمسة ديال فوق البركة. الخشبة خواتي شحال بقا فيها، راه تقريبا درت غيكون شي وقيلا ما غنهداش جوج كيلو اللي بقى، وغنكون درت شي 8 كيلو. هذا راه كنقول لكم خدكم الدوكا اللي راه كنقول لكم راه عينها كبيره. ها هي خشات حتى البات، اقسم بالله ها اللي بقى فيها تقريبا غيكون درت شي 8 كيلو. ايوا هادشي هو اللي كان، وبقاو معايا حتى النهايه. ايوا خواتاتي بعد ما كملت الدقيق في التحمار، هذا راه برد، غادي نجمعو في جهه وحده تنسالي على هذا الغرب، راه مازال بقى خاصه الخدمه. هذاك الدقيق اللي صبت الاخر ها هو، بسم الله غادي نخويه هنا. راني كنت عييت وقسم الشريقه ما كنت عاود حيت الكميه تبارك الله كبيره. اه تبارك الله، انا ملي كندير هاد الكميه وكثر كاع راه كندوق الناس ملي فهم قاعده خايبه، ولا عادي بنتي عمرها ما حضرت ليا حد لي مصورات، قالت لي ماما اللي كنتي غدي كديما كتعبي عليه هكا غير بلاش. والله عليا شاد قلت بلا ما تبقى ديري لينا كتلا، حيت هاد المره قالت لي تعدت، قلت لها حيت هاد المره حضرت على حساب تصور باش تصور، حيت ملي كتكون ما كاينش في الدار كنصاوب راسي كاع ما كتعرف تلقى مخلط نصاوب. دابا غنزيد واحد الكيلو تاع كاوكاو صافي، تنشطح لك ليا عاد العطار الصوجه داكشي تبارك الله كثير عباد لهم طحن، ما غنصيرش صح لي الصوجه وإيلان ونافع. وزاتني السكر كلاصي بان لي قليل، جات غير جوج كيلو في الاول بان لي قليل، زاتني السكر ديال السكر كلاصي، بقى زيدي كيلو ديال كاوكاو. وفي الاخر غنقول لكم سميتو نتوما قسموها سميتو على النص، ولا عندو العائله تبارك الله كثيره راه يدير نفس الكميه اللي عند الناس، لا راه ضربي في النص ولا سميت قسمو على النص ولا ربع ولا شحال استعملتي من كل مكون بالضبط؟ اه ديالكم مكون حسن سالي ان شاء الله. اه غنقولها لهم ان شاء الله. وبالنسبه اللي هما عاقله العربعه الناس ولا السطر يديروا غير اقل من هاد النص في الكيمياء، اقل من النص. انا قسمه راه عين في الميزان، دابا هذا راه غنعطيكم انا الكيمياء شحال، ثم قسمه على النص ولا قسمه على الربع، وهذا الشيء هو اللي كاين. اخوتي مرحبا بكم على الدكاليه، راني سخفت والله العظيم، وعيت عيت 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 ودخلت الفرانات بجوج شاعلين ديال الضو ديال البوطه ديال الغاز. هانتوما معايا اخوتي. ايوا دابا خواتاتي بعد ما كملت كل شيء وريتكم دقه بدقه، دابا هذا الكاوكاو ها هو برد، سميتو الدقيق تا هو راه حطيتو تما برد، زدت هذاك الكاوكاو اللي حمرته تا هو زدتو على اللي حمرته قبيله، زدت واحد الكيلو بان ليا قليل. ايوا دابا غادي نفكوه هكا مزيان، غادي نفكوه مزيان تحيد لنا ديك القشره، ما بقاش حاجه راه تبقى غير بحال ما غتبقى لنا حتى شي حاجه. دير بحال هكا نفكوه مزيان تحيد لي داك سميتو شحال ديال القشره ديالو، شحال ديال القشره ديالو خو كيجي زوين هكا حسن ما كتقلوه في الزيت ترطبو وتحطو تقلوه في الزيت. انا الجهد ديالو لا هو لا اللوز كي قلتها ليكم في الفيديو اللي قبل من هذا، راه كتمشي منو الجهد ديالو اللوز ولا كاوكا ملي كنشدوهم نسلقوهم ونحيدو القشره ديالهم ونحيدو داك الماء اللي كتسقي تلاح حيد القشره، كنبقى راه الفيتامين في الجهد كلو كيمشي. من الاحسن بحالو كتشدو تحمرو في الفران، هذا غتحيدو ليه القشره ديالو، ماشي بحال كلشي غير هداك الشي اللي قدرتو عليه. بحال كتشوفو مزيان ها انتوما حطو الدكري الصغار حاجة اللي سالو. شكرا الأخوات الخالدة التعالق شاركي معانا حضرات ياسين نار رمضان. ها هو خواتاتي مرحبا بيكم عفتكم الدكري ها انتو. غنوليو بحال هكا، انا غير بغيت نوريكم انا غنمشي لهي ونسكن في داك الشارج ديال الكوزينه باش حنت غتولي لي الدنيا كلها غبره. ها انتم خواتاتي
انا غير وريتكم كيفاش كتعجن داك هذيك القشره ديالو. انا كنشوف دابا عمر ليا الجنجلان وبدا يطير ليا عليه. دابا غير وريتكم فاش غادي غنمشي لهي الكوزه نكملو. بعد ما غنكملو غندوز عند الطحين غربلو وتابعوا معايا خوتي بقاو معايا. مرحبا بكم خواتي. بعد ما كملت شنو كاو هو فرق تحيت من ديك القشره ديالو. راه هذا غير بغيت نوريكم راه بزاف طاح في الشريج ديال الكوزينه مع داك اللي بحال هكا شفتو مزيان. هاد القشره اللي حيت بغيت نوريها لكم هو دابا هو موجود ناضي. دابا غادي نغرب الطحين. ايوا خواتي هنا نهز دابا الطحين. بسم الله توكلت على الله. الطحين تا هو راه فيه شويه التماره وهاد السلو كيبغي الخاطر ضروري ما كانش الخاطر و تيبغي الوقت. عرفتي انا راه البارح اليوم انا لقيت حاجه في الدار وحط لها في الكوزينه مونه والدنيا حالتها راه مدار ما طالي والو و حطيت في الصاد والله العظيم اخواتاتي. دابا غنغرب الحاجه هكا ملي كيبقاو هاد الحبيبات بحال هكا كيبقاو كنشدهم هاد الظهر كنديرو الظهر ديال المغرفه بحال هكا ديال العود هاديك البعضة بحال هادي ماتفينا هي خليتها لي ماشي وحدة صافي خليها نوريهم هادي بحال هكا نشركو بحال مزيان. راه كيتحلو هاد الحبيبات بحال هكا عمرتي تحلو ماشي كيبقاو مجموعين ولا شي حاجة عاو كيبغي شوية الوقت. إيوا خوتي خواتاتي عواشكم مبروكة عاو شنو تعودو إن شاء الله يا ربي باش نكملو يا ربي ولا مريض الله يشافيه واللي عدو الله يكمل عليه واللي ما عدوش الله يوجد ليه. هذا هو مكان اخوتي اخواتاتي وهانتوما معايا حتى النهايه على دقه دقه. ايوا فين وصلتي؟ ايوا انا ساريت عرفتي محلنا هذا الطحين دوك الكويرات كيشد الوقت ياك بزاف. هذا دابا كتصوري فيا المشاهدين كنبان كل مغبره حسيت الغبره مع التغابر طلعت ليا فوق راسي. ماشي مشكله شنو هو المشاهدين الجدات حنا قال شوفوا اختكم الدفاريه راه مسكينه ما حنا ما شاء الله الكميه كبيره. اه تبارك الله. انت خوتي ها اللي خرج فيه ديال الكوسر دوك الحبيبات اللي بقاو حكيتهم مزيان هنايا ودلكتهم بهذه حتى تفرتكو ها اللي بقى ديال الكوسر هو هذا وداك الشويه اللي وردتكم قبيله تحرق. ها انتم تبارك الله مرات لازم كارسين يقسموا بلي اللي مشات دقيق بالفلوس كنديه نديه نحمرو بالفلوس وكتخلصو بستة دراهم الكيلو. راه الناس اللي كنحمرو الدقيق في الفران راه عارفين ولكن غيكونوا زادوا. كنقول لكم انا تقريبا واقيلا شي عامين هادو ولا ثلاث سنين والله ما عقلت ما بقيت انا وصلت على ديك الحاله اللي كيديروا لي. ها انتما تبارك الله تبارك الله. هذيك الخلطه فيها راه كبير. اه درباليو كبير قلت لكم الناس ملي كنقول لك كيقول لك لا هو كينقص. حنا عرفنا كينقص هو تبارك الله داكش شحال غنقص كاع ينقص كاع لجا وقيتين في الكيلو ولكن باش ندي انا 4 كيلو ولا 3 كيلو ولا 5 مسرحه في اللاطه حتى كنلقى تقريبا كيلو ولا ربع ما كاينش. راه ديال الله يعقل الخوات الاخوات سمحوا لي راه دوخني هذا دوخني الفرانات بجوج والصه. دابا انا ساليت هذا وخبزتو دابا غادي ندوز نحك الكوزه وندوزو لمرحله الطحين. هانتوما معايا خوتو مرحبا بكم. ايوا خواتاتي بعد ما كملت الطحين في التغربيل كيف وريتكم راني غادي مرحله مرحله كلشي قدام عينيكم ومرحبا بكم. دابا غندوز نحكو الكوزه. راني خواتاتي درت 4 كوزات باش قلت لكم ديك هالمعلقه اتقلب العسل مابقاش يعاود يسول في السحور. ماشي نتمحن على السحور نعمر لهم الميضه في الاخر ياكلوا في الفطار. سمحوا لي نتمحن انا في الفطور نعمر لهم الميضه نعاد 4 العشيه جمع 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 وفي الاخر يقول لك نبداو نقلبوا على السحور باش ديك المعلقه من هذا السلو ما عرفتش كيفاش اللي ماكله ما عرفتش كيفاش على السحور. يا مرحبا بكم درت معاكم شويه مشاهدين مرحبا بكم وضحكوا الاخوات اللي خلوا لي في التعاليق جوج جوج من الحاجه على الطاجين قالت احنا سحبوا غير دهاز. يا مرحبا بكم بغيت نضحك معاكم شويه ولفتكم الله العظيم واخا كنكون مريضه راني ما نبغيش نغبر عليكم ضروري نبان لكم كل نهار تشوفوني حتى انا ولفت كل نهار ندخل نقرا الكومنتات ديالكم الزوينه ونفرح على في خاطري ومرحبا بكم. دابا بسم الله ها الكوزه غنحكها كامله. ها انت خديجه ها الكوزه نخلي واحد المعلقه لخديجه مشاهدين. انت خديجه مابقاش دايره فيك الثقه مابقاش دايره فيك الثقه ابدا بالخصوص ملي كنقول لها خديجه صافي كتاكلها تقول لها
الا ما كانش هاد الجوزه شري ناكل كلشي، ما تكونش غير الجوزه كاينه راه كتفات من الجوزه. ايوا ان شاء الله راه جات ان شاء الله طالب ترى الناس كيسولوا فيك خاصك تحيد لها مره مره راه مسكينه قدام الله يكون في عوانها باش راك تهطلعت تنقول شيك من المشاهدين هذا راه كنت انا في الصحفه داك المقلب ترى زنت ليا الراس ديال الزنبل عرفتي تغبرت مع التغابيل ديال الطحين ومع وعرفت وعرقت اليوم عرفت النهار كله تاع التمارة الله عاد مول البارح لقيت هذاك الشيء اللي غير شويه اللي ساهل كيف قلت لكم اللوز والصوجا داك الشيء اللي ساهل نقيته ايوا البارح طلع نقيت الجنجلان وكملت داك الشيء زرع الكتان وفيلان الجنجلان شد ليا اليد بزاف حنت كتير وبقيت كنقي ونعاود واليوم كملت معاه مع التحمار مع الفراه والطحين ها الجنجلان ها اللوز كاو كاو ايوا خواتاتي راني كملت البوزة تاع الكان ها هي الكيمياء اللي عطاتنا دابا ثلاثة بقا منا شي طريقات صغيورين متحكوش ليا استعملتي ثلاثة الكوزات حيت الكمية عندك كبيرة اه تاش من ثلاثة أربعة الكوزات أربعة أربعة الكوزات حد الكمية كثيرة ولكن ماشي شي بوزات كبار تخص طين اه ودابا غندوز على مرحلة الطحين بسم الله نشهد لها كاينة راه معدية بها شحال عندي وحدة جديدة ولكن بغيت هذي تتسالي اللوحة عاد ندوز عاد أخرى جديدة أنا غنبقى بكربونتها بسم الله شنو هذا الطحين الأول؟ جنجلان ولا كاوكاو؟ نبدا نقلب كاوكاو بسم الله نطحنو ونرجع معاكم عندنا كملنا كاوكاو طحين ها هو شوفوا اخواتاتي ما خاصناش نحرقوه بزاف نفوتو ليه فيه التحمار بزاف حيت كتجي فيه ديك البنه المروريه خاصو يجي بحال هكا مذهب على هذا الشكل هذا واللي بغى ينيلو بحالو كينيلو واللي بغى غير يهرمشو يخليه مهرمش على حسب كل شنو كيبغي ها انتما تبارك الله كيجا ولكن من احسن ما ننصحكمش تقلوه في المقلة على البوطه من احسن هو الفران كيجي شكل واحد يعني طياب واحد وكيجي مقاد في التحمار ما كيجيش مشوط بحال اللي كنديرو على المقلة دابا حنا كملنا كاوكاو ودابا غندوزو غنشقو الجنجلان اللي ساهل هو الاول عاد نخلو اللوز في الاخر بسم الله هانتوما معايا خواتاتي بعد ما كملت الجنجلان دابا غندوز على زريعة الكتان بسم الله راح نزريع الكتان غنخلي اللوز شوية قاصح نخليه للخر بسم الله بعد ما كملت زريعة الكتان في الطحين غندوز على اللوز بسم الله إوا خواتاتي بعد ما كملت هذا سميتو في الطحين اللوز هو اللي بقى لي هو الاخر انا كملته دابا غنزيد نحط قباشة الملحه نسيت ما درتهاش من الاول بسم الله باش تحيد داك السوري غير شويه عندك تبركو تقوي الملح بزاف راه غير هاكا من زوج صباعكم هذه سميتها الكوزه تبارك الله هنايا هاد الجوج اللي خليت ما طحنتوش خليته غنبقى داك حتى الاخر ما غيطحنش غنديرو شاين غنكب هنايا مانيو بسم الله تبارك الله كاين كثير تبارك الله اللهم صل على رسول الله انا ردينا بحال هكا واخا بلا بلا كاميرا بلا هذا يوتيوب بلا والو حتى نغنى ندوق الناس اللي فيهم طبيعه خايبه والله العظيم بنتي قالت لي مامتي كتضرب التمر بزاف قالت لي اول مره قالت لي حنا مناقص منو قلت لها بنيتي واخا حنا ما نصاوبوش ولكن الناس اللي فيهم قاعده خايبه ضروري كيخلوا حقهم منسلو هذا رسميتو إلان هذا ياك إلان إلان بعد ما كبيت إلان ندوز على الصوجة بسم الله شوفوا خواتاتي نخلي لي في التعاليق شاركي معانا سلو شاركي معانا تحضيرات رمضان ها انتما مرحبا بكم
انا هذا النافع البستان ونافع البلدي. هذه وقيتين ديال القرفه حيت كاينين تبارك الله راه كثيره كنت تشوفوا. حاولوا ما تطحنوش هذا الشيء، ما تحمروش بزاف، يجي محروق راه كتجي فيه واحد من المروريه وما يبقاش خضر، حيت الا بقى خضر كيغمل. خاصو على جهه هذا الشتي اللي وريتكم بحال هكا. وغندوز على الجلجلان، هذا الجلجلان غنخلي هذا صاين حتى هو غادي نزيدو. وهاد الثومه معنا خواتاتي، ما كملت اخواتاتي هانتوما كتشوفوا راني كملت الطحين وكملت كلشي. دابا نخلطو بحالو، ديما نخلطو ناشف باقا ما نديرو فيه لا زيت لا والو، باش تخلط مزيان باش مابقاش دوك داك الشمكور داك ديال سميتو الطحون اللوز والجلجلان كيكون على الشكل هذا. خاصنا نخلطو بحال هكا بسم الله مزيان حتى يتخلط هادشي المكونات كلها خاصها تتخلط مع بعضياتها. عاد غنزيدو العسل، نزيدو الزيت الرومي اللي طبخت هو نوريه ليكم. منطبخوش بزاف باش يولي مسموم، غير شويه طلع فيه الغليه باش ميبقاش مجهد. منين نبداو نطبخو فيه مش نخلوه يطبخ، نديرو فيه شي حاجه تكون شي لوزه ولا شي لعيبه، ملي كتبان لينا راه بدات كتقلى صافي كنعرفوه راه طاب. فعلوا خليوه، لكن ما خواتي كنوصيكم ديروش الزيت سخون ولا الدقيق سخون، راه هو اللي كيولي مرمل وكينشف، ولا كيتعجل الزيت بوحدو وهاد سميتو المكونات كتعجل بوحدها. من احسن نخلو الدقيق حتى يبرد مزيان، والزيت تا هو راني طبختو من الصباح، هو اللي طبختو تقريبا واحد دقيقه ولا شناهي وخليته حتى برد. دابا راه الشيه هذه راه برد، الدقيق تا هو خلط حمرته تا هو 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 المكونات اللي قلت لكم. كان عاد الدقيق هو اللي كان باقي بلاش، وزدت واحد الكيلو تاع الكاوكا هو اللي حمرتهم اليوم. اما هذوك المكونات اللي شفتو في الجزء الاول حمرتهم البارح هذوك، خاص نعاود بيديا باش ملي ندير ليه هذاك الزيت والعسل اللي غنضيفو عليه ما يبقوش هذوك الكوارات بحال هكا تجي تاكل تلقاوهم. خلطو مزيان بحال هكا مع الدقيق هاد المكونات مزيان مزيان، نخلطو بحال هكا نحسو بيه متخلط مزيان مع بعضياتهم تبارك الله. إوا دابا عاد نضيفو الزيت، الزيت الرومي ها هو بسم الله. هادو واحد اللوزات راه جربتهم فيه، خاصني نخليهم هنايا. زيت العود ها باقا نكا، هنا راه جوج كيلو ديال سميتو، جوج كيلو جوج لتر ديال الزيت الروميه، وزدنا عليه لتر ديال زيت العود هاهو. دابا نزيدو هذا العسل، حق ندير السكر كلاصي شويه نسيت كاع ما درتو، كنت غندير لكم الصوص. دابا هنا راه جوج كيلو، دابا صبح نص كيلو، ولكن ما غنديروش حيت غندير العسل حتى نخلط وندوق، انا بقات خاصها شويه الحلاوه نزيد ما كانش بلاش. صافي جوج كيلو ديال السكر بلاصي مع العسل راه كافيه. هاي نزيدو العسل، راح يدير زوين هاد العسل. حبس حيت غندير شويه ديال العسل الحر، العسل الحر راه غالي، غير انا عزيز عليك النسمه ديالو كنبغي في السلو ضروري شاريه غير بالدواء. جبتو كيلو اللور حنا خدمنا به فوق البرد وقت الشتوى، زدت هاد الكيلو خليت منه غير شويه نحجو. ايوا توكلنا على الله. خلطو بعدا بهذه هي الاولى عاد غندير يديا. هانتوما خواتاتي انا غير تبعو غير الطريقه كيف كتشوفو كنوريكم، حتى حاجه ما واعره وحتى حاجه كلشي كيصبغ، غير واحد يركز
هادشي تقيل. بسم الله ندير يديا راه كنبغي الخدمه خوتي، راه خاص يكون عندكم الكتاف، وخصوصا ملي كنت تبارك الله كثير كل كيمياء كثيره. انا بعدا راه كنخمم هاد القضيه ديال التخلات ديالو، شويه كيجي صعيب. السكر بلاصه راه غربلته من قبل ورديته للميكاب، ما غربلتش على هذا اللي شفتو حيت ورا شفتو الميكاب كانت محلوله، هذا اللي حتشتو راه غنغربلو نزيدو، ما حتشتوش حيت غربلته هو الاول قبل ما نغربل الطحين، هذا كان باقي الغربه نقي ملي درت فيه الطحين خاصو يتغسل. ايوا خواتاتي في الحقيقه راه سخفت والله الا تسخفت والله، انا تحسي باقي شويه ناشف، راني زدت شويه، زدت تقريبا قرع، ها هي يطرف، ها هو خوتي من البودي زايد، هذا ديال المعصره زوين، ديال الماكله زوين، نزيدو، كيعجبني شويه بحال هكا ناشف، عرفت واحد الريحه المشاهدين عرفتي زوينه طالعه منو كتشهي كتشهي والله ما شهيتكم، ينسون البنات اللي بقال ما داروش، والسيدات اللي كانوا خلي ليا التعليق، شاركي معانا سلو. ها هو هذا بالنسبه للمقادير، تبارك الله هذا راه كثير، حتى انا كندير كثير، ناخذوا منه نصبقوا منه في سبيل الله العواشر هذه ورمضان، وخا بنادم تفرح بداك الشيء اللي كان، الله يعطينا من نعطيو، ضروري نخرجوا العشر ونعطي منه النفيسه ديالنا حتى نعطوها حقها. ايوا المشاهدين هانت اختكم الدوك هذه والله الا ورثي بغيت تدلك مزيان، ماكرهتش الباني يكون فور كبر من هذا، انا كنهضر الباني ولا عندي في الدار حاضر هاد الساعه، والله العظيم ما كرهتها المشاهده، انا بحال كل عام، ما هذاك العام كنت عيانه شويه وزيت البنات، والله العظيم عاونوني شي ثمن مانات هي خلطات، والزهره بنت اختي تاهي راه خلطات معنا شاركات معنا العام اللي فات، دابا راه قال لي ولدات الله يكمل عليها بالخير، هاد العام راه عاد راجلها، والله العظيم انا كلشي كاع اللي في الدار زيدتو العام اللي فات، قلت لهم زيدو كل وحده تخدم ربع ساعه. هو المشاهدين هانتوما معانا، والمشاهدين راه ما قدنيش الزيت، عاود تقريبا واحد لتر اخر ديال زيت العود خويتو من البوديزا، باقي شويه ناشف، انا مكنبغيش ناشف بزاف، وما حتى البنات تما كيعجبهمش يكون فيه الزيت بزاف من الدم، ديري كب كب، ومستوش واحد شويه ناقص من السكر، بالنسبه اللي داير ريجيم يبغي ناقص راه خليه بحال هكا، اللي كيبغي الحلاوه كب 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 كب، خليه 4% كا صافي بارك. دابا لاخر غربلتو السكر بلاصتي تا اللول رديت منه كنغربها باقي نقي، هدا مشي نسمع من جديد، ها هانتوما مع المشاهدين مع خاتكم الدكالية، راه ما حنا اليوم مع سل، راني كل عام في رمضان كنقرب بحال هكا في سبيل الله، والله إلا بنتي تعصبات اليوم قالت لي ماما من عاقص من هاد السلولة كان فيها التمر وهاد العذاب كله. أبلش منو قلت لها ترى الناس اللي مولفين ذوقوهم أو تسنو ما نخلوش لهم حقهم حشومة، كبغيت تدلك مزيان والمشاهدين هاك حتى ولي بحالك ويولي يجمع بحالك ويولي بحال معلك شوية، غير خاصها الخدمة. دابا الله يجعل البركة، راني سخفت خواتاتي تبارك الله الكيمياء الطيلة، ها نشرح شوف كيفاش يجي، نولي يجمع بحال هكا،
كاين اللي بغى يهني الدم بزاف بغى يزيد فيه الزبده، انا ما كنزيدش الزبده ما كناكلهاش. وكاين اللي كيبغي بحالو كان بناتي كيعجبها بحالو كو، حتى الناس اللي هذاك داقو عندي كيعجبهم كيجيش ليا الدم بزاف. جا زوين تبارك الله، وختي ريحتو زينه تبارك الله، هاد الريحه طالعه منو كتشهل. ايوا هانتوما خواتاتي، واش تخافت خاصكم اللي ما بقاش عند السوفل. هانتوما تبارك الله، راه ما سيتش غير كيفاش اللون ديالو كما هو الكاميرا كان معالي لخواتاتها، ما بانش اللون ديالو. سمحوا لينا لونه هو معرفش مع الليل عطي واحد اللون زوين، هو مع الكاميرا ما كيبانش، مع الكاميرا ما كيبانش، انا مبانش اللون ديالو ناصح. سمحوا لينا دابا راه بالليل ما قدناش الوقت، دابا راه 8 هادي والله العظيم راني من الصباح ما قضيت اليوم حتى حاجه في الدار، والله ما صدنت ما صيق ما درت حتى حاجه الدنيا مروله، الكوزينه ترولات، داكشي علاش جيت نصور لكم هنا راه باقا مروله. واللون ديالو راه كيبان سميتو قهوي زوين ذهب، كيبان ذهب قهوي، ولكن هنا كيبان في الصوره كيبان باهت ما عرفتش علاش. صافي خليوه حتى نقادو حتى غدا ان شاء الله، و نعاودو نوروهم بالنهار، نصوروه بالنهار ونوروه ليهم ان شاء الله في الفيديو الماجي. ايوا تبارك الله، هانتوما خواتاتي الله يعطيك الصحة امين، الله يعطيك الصحة والله يسمح لينا منك. هنا عندنا بنيتي في الاجر، والله اجر ماشي ساهل، ضروري الناس اللي مولفينهم العواشر هادي. انا نقول لك في الحق انا ما نسلوش، غنقول ما درناش ما جات، انا نتعامل نخلي المحق مستبدا نصدقوه. واخا كل تبارك الله عنده خير في داره، ولكن بنادم كيبقى مولفه واحد القاعده خايبه، مولفه واحد الطبيعه مولفين ما تقدرش تقلعوا عليه تحيدوها. ها انتم اخوتي ها راه كيبان بها شي حنا حنا مش على الضو، والله العظيم راه في الليل. وريهم الساعه شو وريهم الساعه، شتات 8 تقريبا، راه 8 وقلق القسمين ولا لاروب، يعني راه حنا خدامين على الضو من 9 الصباح اخوتي، والله الا من 9 الصباح. ايوا هادشي اللي كاين. دابا غادي نمشي نغسل يديا، وها نتوما معايا اخوتي، خوتي خواتاتي، بعد ما كملت سلو ها هو راه وريتكم المقادير. بالنسبه للزيت راه درت جوج طرو ديال الزيت الروميه طبختها، ونص جوج طرو ديال زيت العود، الزيت البلديه ما قدونيش، راني زدت طرو اخر في الاخر هي 5 طرو. وبالنسبه للعسل هذا راه اصلا ديال 2 كيلو، هذا درت راه تقريبا غتكون شي كيلو ونص اللي درت، وهنايا كيلو ها اللي بقى من هذا العسل الحر، وهذا العسل العادي ها هو. دابا السلو ديالنا كفاش جا، عرفتي راك كيطيحو عليا خوتي، ها انتما تبارك الله كيولي تلق بحال وكيجمع ما يكونش ثاني ميه الدم بزاف. زيد بارك الله 10 على 10، ربي يخليك يا خديجه. خديجه راه جات عندي مسكينه، هي عيانه جات من الخدمه، عمرت لها بريري تاعاتين وراه ضاقت منه كي جات سيدو خديجه. قولي للمشاهدين بارك الله اللهم بارك، ها انتما المشاهدين تبارك الله. غير هو راه مع الضو ما كيبانش في الليل، ما قدرتش غدا فكرت راني غادي نوريه لكم غدا في الفيديو الجاي ان شاء الله باذن الله. ودابا هذا راه حق نافسه، حق بنت اختي، وهذا بقى ان شاء الله كل واحد ندير له حقه، نخلي حيد حنا نخليو لنا ديك البركه اللي غتبقى لنا في رمضان ان شاء الله باذن الله، ونخليو الناس تما حقهم اللي مولفين نخليو لهم حقهم. وبقاي معايا المشاهدين تنقاد الطبسين ونوريه لكم بسم الله. حقي انا غناخذك برمض ولدي يا خديجه، خديجه حقك صحه وراحه خديجه، حقك خديجه بارك الله. دابا علاش عندهم غير خديجه؟ خديجه ايوا المشاهدين، انا كديت لها الطبيسيل ديال الناس هو هذا، راه كنت باغا نصاوبو ليها، ولكن ماما غايديرو لها اسبوع لا والو، كنت غادير هذيك اللعيبه في الكويسات راكم عارفين، ما غايديرو لها اسبوع لا والو. ها هو وجدتو ليها وبصحتها وبالراحه ديالها. خديجه تحيه المشاهدين. تحيه لكم المشاهدين، مع هاد الاخت دكاريه حراق صايبه سلو ديال رمضان، وصايبه النفيسه حتى هي حقها حقها. وكنشكركم بزاف بزاف على التعليقات الزوينه اللي كديروا للبكاليه صراحه. خديجه راه كنشكر لكم بزاف. شدي خديجه، لا شدي شدي تحت وخديجه، لا شدي الرولو، اي جري لا لا سيري هكا مزيان.
وخديجه شنو تردي على قالت لك اللي شدي ما عرفتكش غنشدوا المشاهد راه خديجه راه خدات سلو وسلو في الكوزه خديجه طلعت عليك الكوزه لا اليوم ما دابوخنيش انا ما دايره معايا والو خاصك منين الكوزه 10 هذا يقضي وصل المقله كليتها معلقه ديال اللوز ماشي كليتها معلقه تاع اللوز سطيتي علاش ملي درت الكوزه ما كنتش بصح كل عام شنو درت شي جوج زيد ما كانت دابا خليني معاه الله يكون في العون كنت كنخدم الله يكون في العون وخديجه شنو تردي عليها قالت لك كتشوفك كتجي الضحكه قالت لك غير كتشوفك كتجي الضحكه شنو تردي انا عم غير كنضحك عارفه المشاهد ولا خديجه تجز عليا والله انا ملي كتجي كتجاز عليا كنبقى نضحك معاها كنشد فيها ما كتجيش خاطرها واش ربي يخليك وحنا الحمد لله بنات خالات وخوات وصحابات واش المشاهدين فعمركم شتو هي بنت خالتي وكتقول لي يا صاحب ما فهمتش القضيه لا ما فهمتش تجيز عليا بنت خالتي وصاحبتي في نفس الوقت ايوا واش غندير اختي الله الله يكمل بالخير الله يعجلها الفادو ومعرفه والصحبه تكون طويل مدى مدى الحياه ان شاء الله يا ربي والمشاهدين دابا كتشتو راه وريتكم سلو من الاول حتى الاخر هذا ديال نافسه هذا ديال نافسه المشاهدين ها هو تنعيط على راجل هيجي يديه ها هو الله يوكلوا له بالصحه وهذاك اللي باقي تما راه تنحيدو منه حنا البركه اللي غناخدو في رمضان ان شاء الله وما باقي نخرجو العشور انا ضروري العشور واخا نكون مريضه واخا نكون انا مولفه الناس قبل ولادي ثاني واحد السيد قال لي واش توجد تسلى رمضان قلت لي نازل خلي فيها حقي قلت له مازال مرونين باقي ما جمعناش ان شاء الله والله يجعلو ان شاء الله شهر رمضان يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والسلامه ورزق الرزق وطول العمر باش تتمنتو ان شاء الله واللي مريض الله يشافيه الله يرفع علينا هذا الوباء اللهم امين الشتاوي ديال الخير اللهم امين يا ربي والمخاصم مع شي حد يتسامح معاه درا شهر المغفره جايين كما المشاهدين مازال عندنا لكم جديد جايين لكم شي فيديوهات زوين ولكن ما تنساوش لايك 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 شجعونا لايك 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 المشاهدين دكارية حرة لايك لايك وخديجة مازال غندير العربية تشرفش مع العربية خديجة ان شاء الله ضروري باش مش عاد بوحدي ضروري نمشيو نشوفو الحباب رمضان هذا ما صافطش ضروري عمي تا هو مريض الله يشافيه مسكين الله يشافيه خديجة وعمتك مسكينة اللي ماتت هاد السيمانة الله يرحمها ويوسع عليها الله يرحمها ويوسع عليها اللهم امين يا ربي والواحد هو ماشي غير من مناسبة خاطر ضروري ديك الزيارة الهل والأحباب والأصدقاء والواحد يكون مسامح وبالخصوص هاد شهر رمضان اللي مخاصم مع شي حد يتسامح معاه باش يصوم وهو مرتاح واللي أنا بعدا كنهضر على راسي أنا اللي مناقشة معاه سوى ظالمة أنا مكنظلم حتى شي واحد وأنا مسامحة مسامح كريم وكيقول سميتو كيف كيقولو كيقول لك اللي يسمح المؤمن خوه المسلم خوه كيسمح ليه الله بدخول الجنه راه شحال من واحد غير سميتو كتبقى شاد هو واخا يكون مظلوم كيشد معاه النوبه على 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 جهنم والله يسامحنا جميعنا اخواني اخواتي المسامحه ايوا المشاهدين ما تنساوش اشتراك في القناه والناس اللي مازال ما دخلوش عدي مرحبا بهم والناس القدام شكرا لكم على التعاليق ديالكم الزوينه شكرا بزاف وعلى الدعم ديالكم وشكرا لكم بزاف بزاف ما تنساوش جيم 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 والضغط على المربع الاحمر وعواشركم مبروكه بالصحه والسلامه باش ما تمنتوش ان شاء الله يا ربي وتابعونا في الفيديوهات الجايه راه حنا عندنا الجديد مازال 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 جديد ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله حنا غاديين للبلاد ان شاء الله غادي نشوفوا الحباب ونشوفوا الدنيا زوينه ان شاء الله ونساريوكم معانا ونوريكم شي بلايصات زوينين والدكاليه راه ولفات العروبيه خوتي ولفات نساريكم في العروبيه حتى الناس كيتفاعلوا مع الفيديوهات ديال العروبيه كتعجبهم بزاف كتعجبهم العروبيه بالخصوص صحاب الجاليه المغربيه بزاف تيقول لك حنا توحشنا بلادنا توحشنا المغرب ساريتينا عاوتاني درنا بينا شي جوله في العروبيه سارينا عاوتاني وكنقول لكم مرحبا بكم الله يبعد علينا هذا الوباء وان شاء الله ترجع المياه لمجاريها وحيد ان شاء الله الحدود تحل ونجو ان شاء الله للمغرب المغرب ديالنا راه زوين وفيه ما يتشاف وسلام عليكم المشاهدين سلامه المشاهدين سلامه بسلامه عليكم واشكم مباركه ان شاء الله الرحمن الرحيم